ست سلوى الله يبارك فيك نشرف. يا ابو صيف تحت عينك ابو صيف لك افتح لك باب الصخر لك افتح ابو صيف ابو صيف انا اخذك وديك على المدرسه هاي كمان صار بدها هيدا مشان الله خليني وديك على المدرسه بس مشان الله خد راحتك استاذ حياة ابوك حياة كل غالي على قلبك اذا بتقدر تساعد غدير ساعده اذا بتحبني مثل ما عم تقول الله يخليك ساعده خلاص ان شاء الله ان شاء الله والله غدير حبوب وطيب ورقيق انت ما بتعرفه منيح وحياتك لسعد قد ما بقدر انت لا يقول لك فكري شكرا باي تبي على حالك ايه خلص وهلا شلون بدنا نفهم الموضوع لهداك اوف الله يعيني على النهار شو حابكنها منيح شو يا ست العميد؟ انتبه لكلامك سيد زهير شو يعني احنا متأمرين عليه؟ نعم سيدي متأمرين علي وفيك تسجل هذا الكلام بمحضر التحقيق عندك هون العمى العمى على المسيب اللي كان على البال ولا على الخاطر شو يا غدير؟ سيدي أنا اللي عندي قلته السيد زهير هو اللي دفع لي 50,000 ليرة حتى فوت على مكتب أبسامة وأسرق الأخته اسمعوا لغدير اسمعني منيح ما بكون زهير أبو العز إذا ما بخليك تقضي بقية عمرك بالحبس لو سمحت للمرة الثانية بذكر انتبه لكلامك وانتبه للمكان الموجود فيه لو سمحت ماشي الحال سيادة العميد مو مشكلة وهلا خلينا نكمل التحية بكل هدوء وما في داعي لكل هالعصبية أنا كرمال غدير مستعدة أعمل أي شيء إذا بيرضي هلأ بفوت بوصله إيدي ورجلي خلاص خلاص بقى
انا فوت بالله، ان شاء الله بصير خير. تفضل. ان شاء الله يا غسان، انهولنا هلا. طيب خير يا امي، خير ولا يهمك. ان شاء الله. انا سمرا. شكرا شكرا. وانا طلعت قدها يا غسان، طلعت قدها. نحن زلمك بسمرة ولو؟ مسيك مسيك غسان، هدول المصاري تاخذهم لغدير على السجن، تخليه يتشبرق، شو بيشتهي بجيب، تفهم؟ مسيك. الله يديمك يا بسمرة. لا لا تصب لي، لا تصب لي. فنجان بس تشرب، فنجان. بس فنجان واحد تشرب. لا مالي شي، بتعرفني مسافر، عندي شوية أشغال بدي انهيها. شوفك بعدين غسان. هي صار معك شوية مصاري، يعني اشتري لك كم قطعة هيك على الموضة، غير شوي. مو مشانك حبيبي، مشان سمعت التلفزيون. ها كتر خيرك سامر. ادعي لنا حجة. الله معك، مع السلامة. ليش ما قلتي لي من الاول؟ وين بدي اقول لك؟ اذا انت كان صحيان ضميرك وما عم ترد على تليفوناتي. بس شفتك بعدها بالكافيتيريا وما جبتي لي سيره. صح، لاني كنت كثير مبسوطه بالقعده، كثير مبسوطه بالشعر، فقلت لحالي يا بنت معقوله تنزع حالك هيك قاعده بسيرته؟ ليكني عم اقول لك هلا. قلي شو رح تعمل؟ بس مهما يكن هي خيانة. تسمعيني، خيانة خيانة. صح، أنا خاينة. لا مو بس خاينة، خاينة وحقيرة كمان، لأني عم خون أخي اللي مرمي بالسجن وأنا دايرة على حل شعري معك. عم خون رفيقة عمري اللي ما شفت منها الا كل منيح. عم خون مدرستي اللي ماني عرفانه كيف التم عليها. عم خون اهلي وامي. عم خون كل شيء، كل شيء. هيداء هيداء استني شوي. مو انا خاينه وحقيره؟ هيداء لا ما تحكي بالطريقه. أنا آسف، آسف حبيبتي، أرجوك تفهميني. هيدا خلاص اعتذارك مقبول حمدا. هيدا ارجوكي ما بتشوف هذا المنظر ابدا، حاولي تتحشي. تعرف انت مثل اخي غسان. كيف يعني؟ نزلني هون. مو قبل ما اعرف ليش السخريه من كلامي. عم بقول لك نزلني هون. لك انا بدي اعرف شو بصير انت بعليك احيانا، شو بصير؟ لانكم ما قدرتوا على الحمار عم تتشاطروا على البردعه. هيدا استني شوي. هيدا هيدا استني شوي. هلا كل لحظه بدك تفتحي باب السياره وتنزلي. شوفي شو بكي اليوم. انا شي بدي ولا انت؟ حكيت لك كل شي صار معي بالتفصيل، قلت لحالي بتتفهم الوضع مو مشان تحط الحق علي. اذا حابب تتصرف تفضل تصرف. قلي شو رح تعمل سيادتك. خلص بلا ما نحكي هون، تفضلي على السياره. لا قلي شو رح تعمل. تفضلي على السياره. يلا يلا. Thank you.
مرحبا عبودي. أهلين أهلين أخت هذا. أخت مين؟ تفضلي تفضلي، خلينا نقعد هون عندي بالمحل. محل شو عبودي؟ طيب بدك نروح نقعد سوا بالقهوة؟ قهوة؟ لا ما في لزوم، هن الكلمتين ورد خطاهم. أنا بعرف وضعي منيح، بس مو طالع بإيدي شيء. أنت بدك تتجوزني لمانا؟ لا لا. بدك اقول لك ايه وكذب عليكي؟ ما حل بيطلع كذاب قدامك. حماك الله يبعث لك من ناصر. بقدونس مبروم، بصل وتوم، فاصوليا بطرخوم. قرب على مصرة، قرب على مصرة. مصرة الكيلو 15. قربي على البقدونس المفروم، قربي على البقدونس المفروم، على البصل والتوم. تفضل معلم. خالص روح. قربي يا خالي ودللي حالي. قربي على الدارة خالي. مالي يا مالي. قربي يا خالي نقي مالي. بطاطا زهرة بيت مشان توسة. أمرا وريالي عنا البندرة هون. Thank you.
شرف معلم. بس ان شاء الله ما تكون ريحة دهان معبية البيت. لا ولا يهمك معلم، فتحنا الابواب الشبابيك وشغلنا المكيفات. يعني كل شيء تمام. حسب امرك معلم. شو صار بورا سامر؟ انا من ناحيتي كاملين مو ناقصه شيء. ممتاز، لا تنسى مر لعندي على البيت الجديد اليوم المساء. معه لسه هيك مناسبة يا معلم، وراح اجيب حدا من الشباب ان شاء الله يصير اثنين شهود. ان شاء الله الف مبروك مقدما يا معلم. الله يبارك بعمرك، ابعث لي الانسه ندى. حاضر. مرني معلم. شو صار بورا سامر؟ معلم بعثت لأكثر من جامعة ويومين ثلاثة إن شاء الله بيردوا لنا خبر. أول جامعة بتبعت لك موافقة تبعتي الوراء على طول. أمرك معلم. ندى لا تفكري إني نسيانك، حسابك بعدين. معلش بينو بوكس مع ابو خطيب. 50 طن اسمين تخطيب؟ حبيبي معلش بدي اعمل بيت الزلمه. شرفي ولا تقلي تجيبي لي هيك اوراق، وقولي لي للست نجات وصفاتها ما عم تزبط معنا. شو قصدك انت؟ قصدي انه ما خلتني حبك لا هي ولا الحجامات اللي عم تكوميها عندنا بالبيت. باي. بعد اذنك معلم. الاختام الجديدة. شو ندى؟ الاختام الجديدة. عملي فيهم تعميم والغي الإدارة. أمرك معلم. ما بدك تشوفهم؟ شفنا اللي قبلهم، شو طلع بيدنا يعني؟ معلم والله أنا ما دخل. روحي أنت لمكتبك. هدول بيبقوا عندي هون. وبيدرجي الخاص. أمرك معلم، تأمرني بشي؟ لا، مع السلامة. وخاض الزرقاوي حرب ضد الأمريكيين وضد كل من يعتبره عميلا لهم من الشرطة والجيش الأمريكيين. لا مامور لا، لازم تلاقيه، لازم نجيبه من تحت الأرض. معلم الله وكيلك، فتلت عليك كل البلد. محله سلم المحل، رحت على بيته كمان بعبيته. شو يعني؟ رح تمر علينا قصة سامر هيك؟ ونحن اللي رح ندفع الثمن؟ والله يا معلم ما بعرف شو بدي اقول لك، بس على ما يبدو انت بحبحت له المصاري زيادة عن اللزوم، والرجال قابلني بيه سروي، شمع الخيط وهرب برات البلد، سعره بسعر اللي عم يهربوا. لا مصيبة لك يا مأمون، مصيبة. روح انت، الله معك. حاضر يا ليك مأمون. أعمل لك حصة ثانية، بحبح إيدك لأهرب الحارة، بالشغل، بالبيت، بلكي مستفاد لنا بشي معلومة. بأمرك، سلام. جينا ننتقلوا أمر بس لمصيبة. شو هالبشر هاي؟ أهلين سلوى. هي عندك بالبيت؟ طيب ماشي، لهيا لهيا لبين ما يجي مشوار الطريق. بده يحاسبني الي وابنه يحط مصرياته بالبنوك، شي هون وشي برا، بده يتلتل هيك مصاري على قلبه. لك انا سلوى شو طلع لي من هالقصه؟ شو طلع لي منها غير البهدله والذله وقله الواجب؟ شوية هالشراطيط واخر طب الكيل بده يدكني بالسجن، لك حتى عقد البيت وقاري عليه واخذ العقد، طب شو ساوي انا؟ قولي لي شو ساوي؟ توبري توبري تنحل يا ندوش، والله رح تنحل، طولي بالك. زهير بيك، إذا سمحت أنا ما بحب
يصير اي شيء ممكن يأذيها لندى. اكيد سنوار اكيد. كيفك ندى؟ اهلين زهير بيك. يعني مشان الله تطلع فيني هيك، انا عن جد ما طالع فيني شيء. يعني غدير سارق اختام رسميه، انا شو بساوي؟ والله لو بشوفه بعيني ما بصدق. لك انا مربيته ولو؟ يعني انت مانك مصدقه، بس يعني في غيرك كثيرين مصدقين. الناس والحكومه والدوله هدول شو بنقول لهم؟ نكذبهم ونقول لهم احساس امي عم يقول غير هيك؟ وانت ست غيداء؟ ليش مانك بالمدرسة؟ مانك شايف ظرفنا؟ بالله، وانت شو إلك علاقة بظرفنا؟ هي أنا عم روح شغلي، وأختك وأمك طول النهار عم يشتغلوا، ولا أنت على أساس حساسة زيادة عن الكل يعني؟ ليش عم تحكي معي هيك؟ لأنه المدرسة أهم لك من كل شيء، ما بتقطعيها مهما كان الظرف، فهمتي؟ خلص، أخوكي معه حق. الفقير اللي مثلنا ما إله غير الدراسة. لا عنا أرض ولا عنا مهنة ولا عنا ثروة، ما إلنا شي بالدنيا غير المدرسة. منقوم نتركها لك غيدا؟ خلص ما عاد أتركها. أمي بس تروي عند غدير ديله هدول المصاري معك. ليش أنت مانك رايح معي لعند غدير؟ والله يا امي انا ما راح اقدر، في شغل لفوق راسي. روحي انت وغاده هلا وانا بروح لعنده، سلموا لي عليه. بدكم شيء امي؟ سلامتك. يلا بخاطركم. الله معك. شغلت يومين ثلاثة بدي يكون برات البلد. بابا حابب كمل دكتوراه برا. اي ممتاز، شو بدك احسن من هيك؟ بدي اياكي تتزوجي. شوف سامر، انت الف بنت بتتمناك، بس انا ماني عم فكر بالزواج. فكري، وين المشكلة يعني؟ طيب، بعرف شلون بدي اشرح لك اياها، بس شوف يا سيدي. شوفي انت، انا ما حدا بيقول لي لا، تفهمي؟ انا ما حدا بيقول لي لا. وليه؟ عيب سامر، ما في داعي للصوت العالي. شوفي وليه، بدك تتزوجيني بدك تتزوجيني، مو لأني بحبك، لأنه أنا ما بينقل لي لا. بس أنا ما بدي أتجوز هلا. شرب متت؟ متت شو يا حبيبي؟ مستعجل كثير، ما رح اقدر اشرب شيء هلا. وين حطيناها لهي؟ بسام؟ ايه؟ بدي اقول لك على شغلي. بعدين بعدين حبيبي غيداء، بس ارجع وحياة عيونك لاقعد واسمع لك للصبح. لسه الموضوع شوي مستعجل، مشان بكره ما تقلي ليش ما قلتي لي. طيب قولي قولي. بس بدون عصبية. قولي بدون عصبية. الموضوع بخص رفيقك سامر. سامر؟ والله العظيم إجباري عني. هاتي لأشوف شو صار؟
وهيك هيك فايتي على السجن. بعرف. يا ريت استفدت بشيء. بعرف. بعرف انك ما استفدت شيء. وانه ما كان طالب يدك تقول لي ايه او لا. كلياتها نعرف ضمير الميت واخلاقه الفاسده. وهي فرصتك الوحيده لحتى تنتقمي منه ومن كل هالذله اللي زلنا اياه انا وياكي. بعدين على الاقل بتفوتي على السجن وجبتي 5 مليون. واحسن ما تفوتي وانت مفلسه. مو معقول كمان تطلعي وتلاقي حالك فوق مو انك وحيده لا وراكي ولا قدامك. بعدك وبشرف اني امن لك حياه بالسجن ما بيحلموا فيها البشوات. بشواته بالسجن؟ شلون صارت هاي استاذ؟ مثل ما عمل لك. والله العظيم كله مشانك، والله مشانك يا ندوش. شو قلتي؟ موافقة. بس بشرط، ما بقول غير الحقيقة. وأنا ما بدي غير الحقيقة. انه قال لك انه شغلي ما عم ياثر فيه؟ اي لك وقال لي كمان انه يا ريت تقدر تخليه يحبني مثل الاول. انا بفرجي اذا ما بخليه يرجع لعندك ويركع لعند اجريكي ما بيكون اسمي نجات. لك انا ما بدي اياه يركع، بدي اياه يرجع يحبني مثل الاول. هلا انا فيني اعرف على شو عم تدوري صار لك ساعه؟ يا ستي في ناس عاملين لك عمل مبينة، بس يلي شاغلين معهم شغلهم سفلي وانا شغلي علوي، مشان هيك بدي اكتشف شو اسلوبهم لحتى بطل مفعوله. ايه بس انا جوزي ما عم يكتب لي لحتى احبه. ايه امشي اقعدي امشي. امشي يا حبيبتي. اكتبي اسمك. ما عم يكتب هاد. هذا حبر خاص بالشغل، اكتبي اسمك. استاذ ما قلت له انه بدي اياه ضروري المساء؟ بلى بس ما قلت. طيب العمل هلا شو نساوي؟ ولا يهمك معلم انا رح بتصرف. يلا تصرف بسرعه وغير ضحك عليك. امان امرك معلم. حقك على راسنا يا شيخنا، تاخرت مو هيك؟ ما في مشكله يا استاذنا، كل تاخيره في اخيره ان شاء الله. اهلا وسهلا. أهلين.
الخير. مساء النور غسان. شو صار معك؟ سلامتك غسان. أنا حكيت لك من شان مشان ترفع المسؤولية على كتافك وزتيها على كتافي أنا. طيب وأنا شو دخلني؟ شو طالع بإيدي؟ إذا واحد قليل ذوق وبلا ضمير وأزعر تعرض لي بالطريق شو بدك يعني أعمل؟ أه؟ بتعملي مثل أي بنت بتعمل بالشارع إذا تعرض لواحد أزعر. تتجاهلي يا خانم، مو بطلع معه بالسيارة ومرتين كمان. المهم هلا شفته؟ حكيت معه؟ قلت له؟ يعني شو بدك يعني قل له؟ والله عال بروح بقول له الله يخليك بعد عن اختي، يستر على اختك تريك اختي بحالها. ايه ليش لا؟ ما عاد يعني عمي يا ماشي غسان ماشي. بس تقدر انت الرجال توقف بوشه يبقى تعا فرض علي اوامرك مشان اوقف بوشه.